فرقة الأهلي فرقة كبيرة جدا، وكنا عاملين حسابها بشكل كبير جدا. النواحي الدفاعية كانت ظاهرة بشكل كبير. الشوط الأولاني كان عملية متوازنة شوية، وساعدنا في كده النادي الأهلي برضو دخل الجيم متأخر، فمدرنا بشكل كبير كده. بس كنا بنقطع الكورة وبنستحوذ، لكن ما كانش عندنا الشراسة الهجومية بشكل كبير جدا. الشوط الأولاني ضيعنا كام واحدة لا تذكر، والأهلي برضو إحنا كنا ند معاه الشوط الأولاني. الشوط الثاني الاهلي لعبنا جيم دفاعي بحت، وكان كل الغرض قفل الجبهات لنادي الاهلي بغض النظر عن التغييرات اللي حصلت لنادي الاهلي، بس هي في الاخر ما جابتش نتيجه الجبهات كنت قافلها بشكل كبير. كان الشوط الثاني كنت عايز نقطه، والحمد لله نجحت ان انا اخدها. بشكل النادي الاهلي عنده حلول كتير، وكان جيم الدفاع مع النادي الاهلي برضه مش سهل. فالشوط الثاني كان صرف، كنا مقسمين الجيم، وكانت اللعيبه عارفه ان بعد 10 دقائق من الشوط الثاني هيطلع وهينزل الحسن ومكرونه بدل خالد واحمد خالد. كان كل عارف بالتوقيتات، والحمد لله نجحنا، وكان في توفيق كتير من عند ربنا الحمد لله. لا النادي الاهلي في الاصابه يعني رقم صعب، يعني ما يعني مش عايز اقول لك بقى عشان انا اخدت نقطه ان انا اقول لك كلام زياده عن اللزوم. لا النادي الاهلي عنده كواليتي وعنده لعيبه كتير جدا، اللي نازل زي اللي طالع بغض النظر عن الاداء الفني. الاهلي يعني عشان تلعبه لازم تبقى انت عامل حسابك، لان التفاصيل الصغيره ممكن تخليك تتغلب. والحمد لله احنا بنحفظ قبل الماتش بشكل كبير جدا اللعيبه على التفاصيل الصغيره دي. التفاصيل الصغيره دي ممكن تبقى بالنسبه للعيب لا تذكر، لكن النادي الاهلي بيكسب منها. وفي نفس الوقت النادي الاهلي لما بيقدرش يخترق دفاعاتك او النواحي الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه بيستنى ان انت تغلط. وانا قلت للعيبه الكلام ده، يعني قلت للعيبه الكلام ده لما هتشتغل بشكل كويس دفاع الشوط الثاني، وفي الاخر انا عايز الغلطات لا تذكر، لان الاهلي لما بيلاقيش حلول معاك بيستنى، بيلعب على الحته النفسيه ان هو نادي الاهلي ويعني فرقه كواليتي اعلى، فبيلعب على الحته النفسيه ان اللاعب يغلط في باص او باصتين يحصل فيها مشكله. والحمد لله ربنا وفقنا في الموضوع ده، واللعيبه كانت غلطاتها قليله جدا من المنظومه الدفاعيه. انا يعني حته المرتده احنا نزلت مكرونه والحسن، دول لعيبه سريعه جدا من اسرع اللعيبه اللي في مصر، بس في الاخر كانت الاهلي عامل ضغط كبير جدا، فانا ما قدرتش اعمل الريسك واحررهم. لا كنت مديهم تكليفات دفاعيه يرجع يعمل دبل بريس مع الباكين بالاضافه للديفندر الثالث اللي نزل حمدي، فانا ما كنتش مديهم حريه ان هو يعمل المرتده بشكل كبير، لان انا في الاخر انا ما كنتش طمعان في الماتش. انا بالنسبه لي نقطه كويسه بالنسبه لي، ومش عايز الجيم يطمعني، فانا يعني مسكت نفسي ان انا احرر اللعيبه قدام.